يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة؟ الاستغاثة أخص من الاستعانة، والاستعانة أعم. الاستغاثة لا تكون إلا في الأمور الصعبة والشديدة، أما الاستعانة تكون في الأمور المعتادة، مثل يحمل معك شيء، يعطيك، يقرضك شيء من المال. الاستعانة أعم وأوسع من الاستغاثة. نعم، الاستغاثة لا تكون إلا بالشدائد، وأما الاستعانة فتكون في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. نعم.